بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعرفوا الديسكو مراج يعني ما عادش يصلح، هو الديسكو مراج اللي مازال يصلح يعني كيف نعرفوه اللي هو تعب، وكيف نعرفوه اللي هو مازال يمشي لاباس عليه. ما انا جبت اربع ديسكوات نتاع مراج، هذوما اربع انواع يعني كبير وصغير ومتوسط. باش نبدو باللي هما لاباس عليهم. لو كنشوفوا الديسكو مراج هنا لاباس عليه، شفتوه هذوما نلقاهم الحروف يعني مازالوا غارقين، الحروف هذوما داخل فيهم ظفري، هذوما نلقاهم مازالوا غارقين. كي تلقاهم كلهم مازالوا غارقين والريفيه هذه مازالت بعيده، معناتها الديسك هذا مازال يمشي لبس عليه. اذا كان لقيت مكان معين مثلا، هذا تو يعني مسمى متوسط، مش جديد ومش خايب، يعني نجم يمشي، نجم ولا يرجع ويمشي به يعني مده لبس عليه. هذه البلاصه هي تبدا غارقه. واو مثلا هنا نجي نشوفوا هنا، نلقاه هنا مثلا هذا يعني موديل اخر بدا يتعب وغرق، لان فيهم انواعهم، فيهم اللي فيهم حرفين وفيهم اللي فيهم حرف واحد. وتلقى مثلا الرسولات نتاعو هنا ساعات يبدو يخشخشوا. هذا نوريك هنا مثلا عندنا هذا، شفتوا هنا هذا كيش خشخش. هذا لقيتوا هنا الحروف هذوك اللي ورثتهمكم انا في هذا، هنا هذه تمسحت، هذه مازال شوي منها شوي، هذه تمسحت، فهمتني؟ هذا تو مثلا ديسكو مرياج هذا ما عادش فيه بالا، وزيد ديسكو شو اسمه الرسولات نتاعو تعبين، معناتها الديسك هذا ما عادش يصل. هذا كيفاش نعرفوا الديسكو مرياج اللي هو بالا؟ شفتوها؟ هذا الحرف يموت، هذا مثلا من هنا هذا ميت، هذا ميت، يعني تلقاه كعب بكعب، ساعات تلقاه جهه بجهه، ساعات شفت من هنا كلهم ماتوا ما عادش فيهم. هذا الموديل هذايا مثلا قلنا مازال يعني يمشي، مازال لاباس عليه، لان الحرف نتاعو مازالوا يبانوا ورسولاته مازالوا باهي. هذا نقول الكبير، هذا كيف يعني متوسط، اما يعني اذا كان يوصل باش هذوما الحفر هذوما باش يغرقوا ولا باش يمس في الريفي، وقتها راهو ما عادش فيه، يعني لازم يتبدل. ديسكومبرياج ايزي وديسكومبرياج يعني مازال يعني فيه ما يتمشمش. هذا مزوز مثلا تعبين، شفتوهم؟ هذا مزوز تعبين مثلا، وهذا مزوز باهين، واحد متوسط واحد باهي. عندنا هذا ماركة أخرى ثالث كبير كيف، هذا كيف تعب على الآخر. هذا هنا شفتوا فيه كيفاش وصل على الواحد نتاعو، يعني كل ما في الأمر هم الحروف هذوما لازم يكونوا واضحين كلهم، يعني ما تكونش واحده منهم، ويكون الرسولات نتاعو باهيين او كما هذا. هذوما ثلاثه تعبين، وهذوما واحد باهي نجم يمشي مازال لاباس عليه، واحد متوسط، حتى المتوسط ينجم يمشي اذا كان الانسان ما يحبش يبدله ويقدر باش هو الاحسن. لما دام نزل البوات، ولا الموتور، الاحسن يبدلهم، يعني مش ما يكونش يخدم مرتين، واللي ما يقدرش الا غالب. شنو هي المشكله؟ مش ضروري يعني نجم يبدل، كان القطعه اللي هي فاسده مثلا، يلقى البلاتو يلقى. فواحد من الاخوه كلمني بالتليفون قال لي نحيت يعني فكيت ديسكو مرياج، وبعد ما فكيت نسيت كيفاش البوزيسيون بتاعه اللي باش يركب. استغليت الفرصه، انا قلت مادام فما ناس هكا يعني توصل ما تنجمش تعرف حاجه كيما هكا، قلت خلينا نعمل فيديو نعمل فيها كيفاش لازم يركب ديسكو مراج اللي هو بتاع فرون موتور ديبريابل، نسموه احنا ديبريابل المتحرك، هذا يسمى متحرك، وهذا يسمى فيكس، يعني هو ثابت. فرون موتور فيكس وفرون موتور ديبريابل، هذا في ثابت وهذا متحرك. المتحرك اللي هو علاش عملوا هذا المتحرك؟ لان كانت يعني باش ياخذ الشوك نتاع الديماراج نتاع الانسان وقت يجي خارج، ياخذ الشوك نتاعو في عرض هذايا. هو في الاول عملوا الشوك ياخذها هذايا اللي فيه الرسولات، وقت انت تجي خارج الرسول هذا يتحرك ياخذ هو الشوك اللي انت، ياخذ هو يعني الضربه اللي انت باش تخرج بها نتره الامبرياج ديماراج. نقولوا احنا امريكان خرج بسرعه، كان ياخذها الديسكو امبرياج، ياخذها الرسولات هذوما، ياخذوها الرسولات هذوما. هم طوروا وعملوا نحوا الرسولات من الديسكو امبرياج، فكوهم نحوهم جمله، ما عادش كما هذا، نحوهم من ديسكو مرياج وعملوا فولون موتور ديبيابل يتحمل اكثر، تربط الواحد اكثر. انما الاشكاليه وين توا؟ كون ان هذا مع الشركه هنا، علاش؟ لان
هذا عوضوا الرسول صلى الله عليه وسلم عوضوهم بالبنود دي قبله هذا. وهذا كيف كيف ما ركبش هنا، لان ما فيش رسول باش ياخذوا باش يتحملوا الشوك نتاع نتاع الخرجه. فما ناس بعد ما يفكوا يوحلوا يقول لك انا هذا كيش نركبه، انا ركبه هكا ولا ركبه هكا، شو كيش نعمل؟ وهذا كيف كيف نركبه هكا ولا ركبه هكا. الناس يعني يقعدوا حايرين كيش نعمل. استغلت الفرصه انا قلت في الفيديو هذا خلينا نوريهم الناس على الاقل كيفاش بالنسبه للي فيه رسولات. هذه نوسيا موديل، وحتى ولو تلقى فيه غرقه من هنا ما يركبش الغرقه، هذه الرسولات ما يركبوش من لطف، ديما يركبوا جهه البلاتو. هذا هذا الرسولات هذا ما يركبوا جهه البلاتو، سمعت ما 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 ناس ما يغلطوش يركبوا هكا، وبعد ما يركبوه يسمعوا تقربيه. اسمع اسمع تسمع يسمع الرسول يمس يقول اش بيه الامبرياج هذه فيه تقربيع، وهو ركب الديسكو مبراج مقلوب، ما لازموش يركبوا مقلوب، لازم يركبوا هكا. ديما الرسولات هذوما يجوا كوتي بلاتو، كوتي بلاتو في اتجاه البوات، ما يجيش كوتي فولون موتير في اتجاه الموتور، لا يجيو هذا بالعكس، عكس هذا، شفتوا عكس هذا، هذا كان تركبوا هكا باش يطلع يمس في البلاتو، ما يمشيلكش، لازم يركب هكا، لازم مقلوب باش يدور ليبر، فهمتني؟ رغم الفولون هذا والديسكو مبراج هذا مش اخوهم، انا حبيت نوريكم العمليه برا، فهمتني؟ هذا يركب عكس هذا، هذا يركب الرسولات من فوق، وهذا يركب الزوم الكبير، الكرومة الكبيرة تركب من هنا، يعني الكرومة الكبيرة تركب من هنا من داخل جهة فولون موتور، باش الإنسان يرد باله. في الديبريابل ما يجيش هكا، ما يجيش هذا العالي كما هذا، وفي العادي ما يجيش هذا العالي، ما يجيش هذا، ما يجيش لطر العادي، ديما معكوسين على بعضهم في الفيكس، الفيكس يركبوا هذوما عاليين، والديبريابل يركب هذايا لطر في عكس عكس البلاتو. هذا فولون موتور تاع لاغونا 6 فيتيس، باش نحاول نوريكم واش معناتها امبرياج ديبريابل، واش معناتها فولون موتور ديبريابل، يعني متحرك، مش ما عادش فولون موتور تو فيكس في الموديل الجديد. هذا فولون موتور، هذا معناتها متحرك ديبريابل، شفتوا الحركه هذه اللي عملها، هذه الحركه العاديه نتاع الامبرياج ديبريابل. هذا فكيناه من بعض، هذا الديسك، هذا البلاتو، هذا البلاتو، هذا الديسك، هذا الموتور، هذا خطر مكوف من بعض، سمعنا صوت، هو خطر مكون هكا، يعني ما يكونش ليبر، ما يكونش فيه جو، يعني ما يكونش فيه متحرك، كل ليبر، يعني هذا اسمه، هذا يسموه فولون موتور. دبرياب هذه نتاع لاغونا 6 فيتاس، يمشي لاغونا، يمشي ميغا، يمشي ترافيك، يمشي بعض يعني في كثير من السيارات، حتى في حتى في المتسوبيشي، فما حتى في نيسان موجود في كثير من السيارات اللي هم يعني هذا سموهم برياج دبرياب. فولون موتور، هذا بلاتو، وهذا ديسك، وهذا فولون موتور، مع بعضهم كاملين يسموهم امبرياج كامل، كيت كامل، يعني كيت دومبراج كامل، فولون موتور بالديسكو بلاتو. هذايا نتاع كهرباء 6 فيتاس رينو، رينو 6 فيتاس. حبيت نعطيكم فكرة على اش معناتها فولون ديبرياب، اش معناتها فولون، هل تعطيني فولون موتور عادي اللي هو مش ديبرياب؟ خلينا نوريكم، أو هذاك الموتور هكا. هون متكي على الهواء، هون متكي على الموتور هذا. هذا فولون موتور دبرياب. نجيب نتاع الاوتوماتيك هاو ونشد حافل. هذا فولون موتور دبرياب، قلنا ديسك بلاتو بي تي. هذا فولون موتور عادي. هذا عادي. هذا فولون موتور عادي، وهذا فولون موتور ديبريابل. العادي هذا تلقى فيه حاجه كيما هكا اللي هي يسموها ديسك، تلقى فيه حاجه كيما هكا بلاتو على قد هو، على قد الكبر نتاعه هو، كلهم يعني فيهم ديسك بلاتو، فهمني، كلهم فيهم ديسك بلاتو. هذا هكا واضح، هذا ديسك بلاتو ديبريابل، هذا عادي، وهذا تاع الاوتوماتيك، هذا اللي هو سوى في الاوتوماتيك، شالوا هذايا وشالوا هذايا وحطوا هذا اللي هو هذايا كونفرتسور، هذا مليان بالزيت، هو اللي ياخذ
يكون مقام هذا، مقام هذا او هذا، هذا في الاوتوماتيك، هذا ديبريابل، هذا عادي. شوف كل ثلاث، ها هذا اوتوماتيك، هذا نتاع سياره اوتوماتيك، هذا سياره ديبريابل، هذا نتاع 5 فيتاس و 6 فيتاس منهم، وهذا العادي اللي هو نتاع السيارات العاديه اللي يعني نجم نقول حتى حتى للفين وكذا تلاقي فيهم هذا العادي، الاغلبيه اما فيهم حتى من هذا. هذا يقولنا بالنسبه للسياره اوتوماتيك فولوموتور اللي هو كونفرتسور يمشي مكان فولوموتور، هذا فولوموتور كامل بالامبراج بتاعه، وهذا فولوموتور باش امبراج تلقى منه ثلاث ديسك بلاتو كما هذا. هذوما ثلاث حاجات اختايا اللي هما حبيت نوريهمكم، اللي هما شنو الفرق بين فولوموتور متحرك وفولوموتور فيكس عادي وكونفرتسور. هذا يا فولانو بالنسبه للليبيين يسموه فولانو، هذا يا فولانو كلهم فولانو بسم الله، يعني بالفرنسي اسمه فولوموتور. فولوموتور هذا يعني كيت دومبراج كامل ديبريابل، هذا فولوموتور وحده سامبل من غير امبراج، وهذا كونفرتسور تاع سياره اوتوماتيك. سياره اوتوماتيك تلقى فيهم الكونفرتسور هذا يخدم بالزيت مليان بالزيت، يعني الفرق فيهم في الكبر في العرض في كذا على حسب السياره. هذا يعطيناكم فكره على لي فولوموتور بصفه عام ما بين الديبريابل وما بين الاوتوماتيك وما بين العادي. هذوما ثلاث انواع، هذوما ثلاث انواع. هذا تو قلنا نبدو بها، هذا ديبريابل، هذا فولوموتور ديبريابل ومعه ديسك بلاتو نتاعو كامل. هذا من غير ديسك بلاتو، هذا ديسك بلاتو، هذوما واحد يسمو ديسك بلاتو، هذا ديسك وهذا بلاتو، وهذا فولوموتور ديبرياب. هذوما عرفنا نجيبو فولوموتور عادي، هذا فولوموتور عادي تلقى فيه حاجه كيما هكا يسموها ديسك، وتلقى فيه حاجه كيما هكا يسموها بلاتو. اما هذا نتاع سيرك هذا يسمى فولوموتور، هذا امبراج كامل ديسك بلاتو بي تي عادي. الاوتوماتيك تلقى حاجه زي هذه، الاوتوماتيك تلقى كونفرتسور هذا، هذا يبدا معبي بالزيت. هنا تلقى فيه مكان السنون تاع الديمارار اللي هما سنون هذوما، لان هذوما مفكوكه. هذا يسموه كونفرتسور، هذا يخدم مكان هذا، مكان هذا مزوز اللي هو امبراج اوتوماتيك، يعني فيتاس اوتوماتيك، يعني بوات اوتوماتيك. فولوموتور عادي، فولوموتور ديبريابل، ديسكو بلاتو. هذوما اختايا اللي هما يخدموا مكان الامبرياج نتاع السيارة. هذه اظن ان شاء الله نكون خذيتوا فكرة على ال على الفولوموتور وعلى الديسكو امبرياج وعلى البلاتو وعلى الكونفرتسور نتاع البوات اوتوماتيك. هذا ما عندنا قلنا مثلا يعني الانواع نتاع البلاتو، هذه زاد تبع البلاتو تركب هنا باش تبع كونفرتسور تركب هنا. شفتوا كونفرتسور هنا كاش معبي بالزيت، هذا يمشي بالزيت، كونفرتسور هذا يمشي بالزيت، هنا نتاع اوتوماتيك. هذا جبنا ديسك امبراج صغير باش نوريكم طبيعه اكثر، يعني ديسك هذا ديسك امبراج صغير، ونورينا لكم بلاتو صغير. هذا بلاتو صغير، هذا نوع اخر، انواع البلاتوات انواع، هذا بلاتو، هذا بلاتو، هذا بلاتو، هذا ديسك امبراج، انواع يعني كل سياره تلقى فيها موديل معين تاع ديسك تاع بلاتو تاع يعني انواع، كل منظمة كل واحدة من نوعها، كل واحدة تاع بلاتو كل واحدة.
هذه جميع الانواع نتاع البلاتوات والديسكوات والبيتي. ها تعطيني بي تي. كم نوريكم البي تي اللي هي هذه بي تي يسموها بي تي. هذه وقت انت تبدا في وسط السياره. هذه ديسك. هذه بلاتو. تبدا انت في وسط السياره وتنزل على المبراج. هذه تنزل على المكان هذا وديما تدور. هي ديما تدور مع وانت نازل. هي ديما تدور. يعني هي تبدا ثابته لكن فيها رولمون تدور يسموها بي تي. رولمون بي تي. هذه القطيع نتاع المبراج كامل. هذا فولون موتور ديسك بلاتو بي تي. هذا فولون موتور ديسك بلاتو يسموه. وهذا بي تي. هذا نوع اخر نتاع بي تيات نتاع البي تي صغيره. انواعهم واحده من واحده. الا الاوتوماتيك. الاوتوماتيك ما فيش بي تي. الاوتوماتيك يخدم طول اوتوماتيك بالزيت. يعني البي تيات انواع. كل نوع نتاع بي تي معين نتاع كل سيارة عندها بي تي. هذوما كلها أنواع بي تي. هذه كلها تنزل عليها تبدا تخدم هي الكهرباء الموتور يشتغل. ما هذيك بالنسبة لل يعني باللي بيتسموه بلاتو فيرما يعني. والاخر ديسكو فريسيوني يعني بخط بالطليان. بالفرنسي اسمه ديسكو بلاتو بي تي. بالطليان بلاتو ريجيس بينتا وديسكو فريسيوني يعني. بالطليان بالانجليزي تقريبا اسمه كلاتش يعني اللي هو الامبرياج تقريبا حسب ما نتذكر. يعني بالانجليزي مانيش ما نفهمش برشا. ان شاء الله نكون اعطيتكم فكره على الموضوع هذا كله. تاخذوا فكره يعني على الحدث هذه يعني باش الانسان يعرف شنو هو اللي في كهربته. كان هو انسان عادي يعرف شنو هو على الاقل يعرف شنو هو الميكانيك. كان انسان مثقف كيف كان انسان صاحب صنعه. كان يعني واحد يتعلم في الميكانيك. كان نكون افدتكم بالموضوع هذا. هاو زاد نوريكم كيفاش هذه البي تي كيفاش تخدم. تدخل هذه تنزل على المبرير كيف انت خاصك السيارة. هذه يسموها فورشيت. فورشيت لا بالطليان فورشيت بالفرنسي. ان شاء الله كنا افدناكم بالموضوع هذا. واللي عنده استفسار ولا سؤال ينجم يكتب لي تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.